رجل كبير السن معه ولده يريدون بلوغ بلدة بعيدة، وضعوا حملهم على أعزهم الله حمارهم وساروا في الطريق، بينما الحمار يخطو على يعني في الطريق كسرت رجله فلم يستطع المواصلة. فقال الابن: ما هذا الذي يحدث؟ قال الأب: إنما حجبه رب العباد أكثر مما ظهر لنا. يعني رب العباد حجب بلاء عنا كبير، وإنما ظهر في كسر رجل الحمار. حمل الولد وأبوه الحمل الذي كان على الحمار، بعد مدة جرحت رجل الأب ونزفت دما، فربطها الابن وصار يحمل الحمل الذي على كتف أبيه عليه هو. فيقول الأب: يا ولدي لا تحزن، إن ما حجبه رب العباد أكبر مما ظهر لنا. فبعد مدة استراح في الطريق، فلدغت حية الولد الثعبان، ربط الأب الجرح ويعني جرحه حتى ينزف الدم بالسم. فيبتسم الأب ويقول: يا ولدي سبحان الله، ما حجبه رب العباد أكثر. الولد يتعجب، أي خير حجبه؟ أي خير؟ الحمار وكسر، والحمل ونحن حملناه، والأب رجله سبحان الله، والابن قد لدغ سبحان الله. وصلوا متأخرين أياما على البلدة التي كانوا يقصدونها، فوجدوها مسواة بالأرض، فقد هزها زلزال شديد سبحان الله، زلزال هزمة. فنظر الأب لابنه: يا بني، إن في تأخير الأمر تدبير من رب العباد المدبر سبحانه. أحبتي في الله،